following words. Is. ايه هي السيمبلز اللي لما نسمعها من عيان او مانيفستيشن نشوفها على عيان نشك ان العيان ده عنده حاجه نيورولوجي او سايكولوجي. اسمعوا لي الموضوع. مش شايفها مشكله هتتعمل مصطفى شدها عشان تطلع. ايه بقى الانفستيشن زي يا جماعه؟ لكن طول ما مفتحين مفيش مشكله.
طب دي ريبيتيتيف فيجن ولا ديستركتيف فيجن؟ ايه رايك؟ ديستركتيف طبعا. ديستركتيف خلتني ما احسش بالبريشر سنس. وبما ان البريشر ده من الحاجات اللي بتحفظ توازني، اللي بيحفظ توازننا زي مينا، زي ما مينا كان عايز يقول، كان عايز يقول التوازن بتاعنا بيحفظه الانترنال اوديتورينيتس، بيحفظه البريشر سنس، بيحفظه الفيجن. مش كده؟ انا غمضت عيني بقت معتمد على ايه؟ البريشر وداني الانترنال سيستم يعني اللي هي مينا كتير. فانا مفتح حافظ توازن، غمضت احس ان انا هقع. الهوف اكزامينيشن اسمها ايه؟ من الوقت والمركز. برافو. الاكزامينيشن دي اسمها والمركز. على مستوى الكومبلين العيال هيقول الشكوى دي. اغمض عيني احس اني هقع. دي كده بتقول لي ان الديب سنسيشن عندي افكت. في حاجه ثانيه ممكن عيني يشتكي منها. لما اسمعه يقولها لي اقول له انت شكلك عندك مشكله في الديب سنسيشن. اه. حاسس ان انا ماشي على بطني. حاسس ان انا ماشي على بطني. ده معناها ايه؟ معناها ايه ماشي على بطني؟ مش حاسس بوزن. حاسس بوزن. بريشر بطاقات بالظبط. بالضغط وزنه على الارض. ومين اللي بيديني الاحساس ده؟ الديب سنسيشن. لما راح حاسس ان انا ماشي على بطني. ولذلك نفس العين ده بقى في الاكزامينشن تلاحظ عليه بيعمل ايه؟ اسمها ايه دي؟ ستامبل جيت. هو ليه بيضرب كده في الارض؟ عشان يحس بيه. برافو. تمام. يبقى ده في السنسوري سيستم عندنا في سوبرفيشال وعندنا دي. السوبرفيشال في ريتيتف وفي ديستراكتف. الدي في ديستراكتف اللي احنا قلناه دلوقتي. حتى في الريتيتيف زمان اسمعوا حاجه اسمها تيجز سنس. كان احد المانيفستيشنز بتاعتها العين بتقول ايه؟ فجاه بحس بكهرباء جت في رجلي. انا ما شفتوش. العين انا ما شفناهوش لان ده كان سبب التيجز سنس ايه؟ السيفلس بالظبط. ده بيحصل في السيفلس. مش قوي نشوفه دلوقتي اللي هو يوصل لمرحله تيرشري سيفلس اللي هو بقى في النيرفر سيستم هي النيرفر سيفلس. فدي كانت الريتيتيف فيجن بتاعته كان سببها الريتيشن البوستيريور كولر. ممكن يحس باللحظه بالاحساس ده. لكن معظم السيمبتومز اللي احنا بنسمعها ريليتد للديب سيستم للديب سنسيشن هو الديستراكتيف فيجن وتحديدا النقطتين دول. تحديدا النقطتين دول اللي هما الاثنين ليهم علاقه بالبريشر سنس. تمام؟ طيب ايه تاني من السيمبتومز لما نسمعها نشوف حاجه نيورولوجي او سايكايتري؟ موتور ويكنس. الله ينور الموتور سيستم بقى. موتور. الموتور على مستوى الاكزامينيشن دي ايه؟ على مستوى الاكزامينيشن دي بوستشر، دي انفولنتري موفمنت، ماسل ستيتس، ماسل تون، ماسل باور، كوردينيشن، ستانس اند جيت، الوقفه والمشي. ده على مستوى الاكزامينيشن. من دول ايه اللي يصلحه ككومبلين؟ العيال يشتكي منه. باور فيتس. تمام. في كمان جيت النورمال موفمنتس انفولونتري موفمنت بكل الصور بتاعتها بقى تريمورز كوريا و و و و وايه كمان؟ كوردينيشن اللي هي في الجيت قدام او حتى في المشي كده. تمام. اخر حاجه ويستنس تفاصيل دراجيس. تمام. كده على مستوى ويكنس ويستنس انفولونتري موفمنتس و كوردينيشن. لو احنا عايزين نزود حاجه عليها ممكن اسميها معدل الحركه. يعني بطء الحركه. يعني مشكله كده. ده الموتور وده السنس. ايه كمان؟ سفنكتيريال كومبلينس. سفنكتيريال كومبلينس. اه. هي. ايه كمان؟ سفنكتيريك كومبلينت. سفنكتيريك. يا انتنشن يا انكونتنس.
ايه كمان؟ بلبر كومبلينتس. بلبر كومبلينتس. بلبر كومبلينتس. انا هحط بقى بلبر زائد other cranial nerves. ايه البلبر كومبلينتس؟ ايه البلبر يا جماعه؟ ما هو البلبر؟ الريستم. هو تحديدا البلبر. ايه البلبر كومبلينتس ديت بقى؟ ايه هي الكومبلينتس لما اسمعهم انت عندك هنا بلبر كومبلينتس؟ ديسفاجيا. ديسفاجيا؟ ديسارتريا؟ ديسفوليا. لما اسمع الكومبلينتس دي اقول انت عندك مشكله هنا. كمان شويه ممكن نسمع حاجه اسمها سودو بلبر كومبلينتس. يعني ايه سودو بلبر؟ يعني بلبر كذا؟ يعني ايوه يعني العيال بيشتكي برضه من البربر كومبلينتس دي اسفيجيا ديسارثيا اسفوليا ريجوجيتيشن فلويد فور ذا نوز كلها سيمتومز بتقول لي ان المشكله موجوده فين؟ في البلبر. اجي ابص على البلبر ما الاقيش حاجه باثولوجيكال ابص عليه زي الفل المشكله فين بقى؟ اطلع في ايه؟